بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع محاضرة اليوم لأبنائنا طلبة الفرقة الرابعة قسم الاقتصاد في مادة اقتصاديات الاستثمار وأسواق المال، الجزء الخاص باقتصاديات الاستثمار. موضوع المحاضرة عن الطاقة الاستيعابية للاقتصاد القومي، التعريف والمحددات. إذا بدأنا بتعريف الطاقة الاستيعابية، فيلاحظ وجود عدة تعاريف للطاقة الاستيعابية قدمها العديد من الاقتصاديين، مثل تعريف هيجنز للطاقة الاستيعابية، وأيضا تعريف روزنشتاين ورودان وأدلر وستيفنز وبولدوين وماير، وهي كلها تعريفات تدور حول تنفيذ حجم معين من الاستثمارات في الاقتصاد القومي مع إمكانية تحقيق معدلات عائد مقبولة على هذه الاستثمارات. تعريفات تدور حولين هذه الفكرة الأساسية، ومع هذا يمكن أن نتبنى التعريف التالي للطاقة الاستيعابية، بأنها ذلك الحجم من الاستثمارات الممكن تنفيذها، بس بشرط أن تحقق هذه الاستثمارات معدل عائد، سواء كان هذا العائد مباشر أو غير مباشر، ويكون هذا العائد يكفي لتغطية تكلفة استخدام تلك الاستثمارات. ليس هذا فقط، بل بالإضافة إلى هذا أن يحقق هذا الاستثمار هامش ربح يتناسب هذا الهامش مع المتوسط السائد في الاقتصاد القومي خلال فترة زمنية معينة. من خلال هذا التعريف السابق للطاقة الاستيعابية، نستطيع أن نستخلص بعض الحقائق الأساسية، وهذه الحقائق تتمثل في أن الطاقة الاستيعابية بتبين الحجم الملائم من الاستثمارات. هذا الحجم الملائم من الاستثمارات يحقق عائد لا يقل عن حد معين. ما هو هذا الحد المعين الذي يجب ألا يقل عنه العائد لحجم معين من الاستثمارات؟ هذا الحد هو أن يكون معدل العائد على الاستثمار أكبر من، أو على الأقل يساوي سعر الفائدة الذي يتم به تمويل تلك الاستثمارات. لأنه من المعلوم أنه تمويل الاستثمار يمكن أن يتم من خلال الاقتراض من الجهاز المصرفي، بيتم دفع مقابل يأخذ صورة سعر الفائدة على هذا الاقتراض، ومن ثم لابد أن يكون عائد الاستثمار يفوق سعر الفائدة أو على الأقل يساوي. الحقيقة الثانية التي نستطيع أن نستخلصها أن مفهوم الطاقة الاستيعابية مفهوم يتميز بالتغير والحركة، بمعنى أنه في الاقتصاد لدينا تفرقة ما بين الأجل القصير والأجل الطويل. الطاقة الاستيعابية في الأجل القصير تكون محدودة، يعني قدرة الاقتصاد على استيعاب حجم معين من الاستثمارات بتكون قدرة ضئيلة أو محدودة. إيه السبب وراء محدودية هذه الطاقة الاستيعابية في الأجل القصير؟ السبب وراء هذا هو عدم توافر الهياكل الأساسية، وعدم مرونة عوامل الإنتاج المكملة لعنصر رأس المال، بمعنى أنه عملية الإنتاج تحتاج ليس فقط رأس المال، وإنما تحتاج أيضا عناصر الإنتاج الأخرى. قد تتصف عناصر الإنتاج الأخرى بعدم المرونة، بمعنى عدم الاستجابة للزيادة في الطلب على عناصر الإنتاج، وبالتالي ده بيؤدي إلى أن تكون الطاقة الاستيعابية في الأجل القصير ضيقة أو محدودة، فضلا عن وجود بعض المعوقات الاجتماعية والسياسية أو الإدارية. بتؤدي كل هذه العوامل المجتمعة، سواء عدم توافر الهياكل الأساسية اللي هي البنية التحتية، عدم مرونة عوامل الإنتاج، وجود المعوقات الاجتماعية والسياسية والإدارية، كل هذه المجموعة من العوامل تجعل الطاقة الاستيعابية ضيقة أو محدودة في الأجل القصير. العكس صحيح، أنه في الأجل الطويل بتكون
الطاقة الاستيعابية متسعة نظرا لإمكانية معالجة هذه المعوقات التي تكون قائمة في الأجل القصير، مثل تطوير هياكل البنية الأساسية، اكتساب عوامل الإنتاج قدر أكبر من المرونة، مواجهة المعوقات الاجتماعية والسياسية. كل هذا يدفع في نهاية الأمر إلى اتساع نطاق الطاقة الاستيعابية في الأجل الطويل مقارنة بالأجل القصير. الحقيقة الثالثة أنه توجد علاقة عكسية بين حجم الاستثمار من ناحية ومعدل العائد الصافي المتوقع من هذا الاستثمار. طيب، معدل العائد الصافي المتوقع من الاستثمار بيتم التعبير عنه بمنحنى يسمى بمنحنى الكفاية الحدية لرأس المال. هذا المنحنى بيبقى ميله سالب زيه زي ميل منحنى الطلب على السلع والخدمات، بمعنى أن منحنى الكفاية الحدية لرأس المال بيعبر عن العلاقة ما بين حجم الاستثمار من ناحية ومعدل العائد الصافي المتوقع من هذا الحجم من الاستثمار من ناحية أخرى. بعبارة أدق، بنقيس على المحور الرأسي معدل العائد الصافي على رأس المال، وبنقيس على المحور الأفقي حجم الاستثمار، ومنحنى الكفاية الحدية لرأس المال بيعكس هذه العلاقة العكسية ما بين حجم الاستثمار وما بين معدل العائد الصافي. هذه العلاقة العكسية بطبيعة الحال بتعني أن زيادة حجم الاستثمار بتؤدي إلى انخفاض معدل العائد الصافي المتوقع. لماذا يؤدي زيادة حجم الاستثمار إلى انخفاض معدل العائد؟ لأنه الفرص الاستثمارية في البداية بتكون مجزية وتحقق معدلات عالية، وبالتالي بيتم توجيه الاستثمار في بداياته إلى هذه الفرص الاستثمارية ذات العوائد الأعلى. بعد فترة ومع زيادة حجم الاستثمار تبتدي تتضاءل هذه الفرص الاستثمارية ذات العوائد الأعلى، ومن ثم مع زيادة الاستثمارات بينخفض معدل العائد الصافي نتيجة تضاءل الفرص الاستثمارية ذات العوائد المرتفعة، وهكذا تبرز العلاقة العكسية بين حجم الاستثمار من ناحية ومعدل العائد الصافي على الاستثمار من ناحية أخرى. أيضا نستطيع أن نستنتج من التعريف السابق أن الطاقة الاستيعابية لمجموعة معينة من الدول التي يجمعها تكتل إقليمي أو الجوار الجغرافي بيؤدي هذا الأمر إلى أن تكون الطاقة الاستيعابية لتلك المجموعة من الدول بطبيعة الحال تفوق الطاقة الاستيعابية لكل دولة على حدة، نظرا لإمكانية توافر عوامل الإنتاج داخل هذه المجموعة مقارنة بتوافرها داخل دولة واحدة، وأيضا نتيجة لاتساع نطاق الأسواق حيث يشمل السوق في هذه الحالة سوق عدة دول وليس سوق دولة واحدة. كل ده بيؤدي في النهاية إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمجموعة الدول مقارنة بالطاقة الاستيعابية لكل دولة منفردة. أيضا الطاقة الاستيعابية مفهوم نسبي بيتفاوت من دولة إلى أخرى ومن فترة زمنية إلى فترة زمنية أخرى داخل نفس الدولة، بمعنى أنه الطاقة الاستيعابية حجمها بيختلف من دولة إلى أخرى، وأيضا داخل نفس الدولة ممكن حجم الطاقة الاستيعابية يختلف. هذا الاختلاف سببه هو معدل النمو الاقتصادي ودرجة التقدم التكنولوجي والثقافي والفكري، بمعنى أنه كلما يرتفع معدل النمو الاقتصادي في دولة معينة أو في فترة زمنية مقارنة بفترة زمنية أخرى داخل نفس الدولة، مع ارتفاع هذا المعدل من النمو الاقتصادي فإن ذلك ينعكس إيجابيا بطبيعة الحال على زيادة الطاقة الاستيعابية، وكلما تزداد درجة التقدم التكنولوجي في الدولة كل هذا ما يؤدي إلى زيادة قدرة الدولة على استيعاب حجم أكبر من الاستثمارات مع تحقيق معدلات العائد المقبولة على هذه الاستثمارات، بما يعني في نهاية الأمر هو زيادة الطاقة الاستيعابية. دي الحقائق التي نستطيع أن نستنتجها من تعريف الطاقة الاستيعابية. تبقى في النهاية حقيقة أساسية مهمة، وهي أن الطاقة الاستيعابية في الدول النامية تتصف بالضعف،
يكمن وراء هذا الضعف للطاقة الاستيعابية في الدول النامية العديد من العوامل المؤثرة والتي تؤدي إلى ضعف هذه الطاقة الاستيعابية. ما هي تلك العوامل التي تؤدي إلى ضعف الطاقة الاستيعابية في الدول النامية؟ من أبرز هذه العوامل هو ارتفاع المستوى العام للأسعار، وهو ما يطلق عليه بالضغوط التضخمية. طيب ما علاقة ده بضعف الطاقة الاستيعابية؟ العلاقة تتمثل في أن ارتفاع المستوى العام للأسعار اللي هي الضغوط التضخمية ده بيفرز آثار سلبية، بمعنى أنه يؤثر سلبا على معدلات الادخار، لأنه يجعل الادخار الحقيقي سالب، وهذا التأثير السلبي على الادخار بيؤدي طبعا إلى انخفاض معدلات الاستثمار، ومن ثم عدم قدرة الدولة على تنفيذ قدر كبير من الاستثمارات، مما يؤدي إلى ضيق نطاق الطاقة الاستيعابية. أيضا العجز المستمر في موازين المدفوعات نتيجة لزيادة الجانب الدائن في ميزان المدفوعات على الجانب المدين، ده يؤثر أيضا سلبا على الطاقة الاستيعابية، بالإضافة إلى ضعف وهشاشة البنية الأساسية الخاصة بالمرافق في الدول النامية، يؤثر أيضا بالسلب على الطاقة الاستيعابية. وأخيرا عدم الاستقرار في السياسات الاستثمارية بصفة خاصة والسياسات الاقتصادية بصفة عامة، بل وتضارب هذه السياسات في العديد من الحالات، وخاصة فيما يتعلق بالعلاقات المتداخلة ما بين السياسة النقدية والسياسة المالية من ناحية أخرى، هذا التضارب يؤدي إلى ضعف الطاقة الاستيعابية للعديد من الدول النامية، فضلا عن انخفاض معدل النمو الاقتصادي في الدول النامية. وهذا الانخفاض في معدل النمو الاقتصادي بيؤثر بطبيعة الحال على مستويات الدخول، ومستويات الدخول بتؤثر على مستويات الطلب، ومن ثم تؤثر على القدرة على تصريف الإنتاج، ومن ثم عدم قدرة الاستثمارات على تحقيق معدلات عائد مقبولة، وفي النهاية كل هذه العوامل بتؤدي إلى ضعف الطاقة الاستيعابية في الدول النامية. إذا انتقلنا إلى البند الآخر ضمن دراستنا للطاقة الاستيعابية، بعد أن أوضحنا تعريف الطاقة الاستيعابية والعديد من الحقائق التي يمكن استنتاجها من هذا التعريف، ننتقل إلى المحددات الخاصة بالطاقة الاستيعابية. لكن ما المعنى المقصود بمحددات الطاقة الاستيعابية؟ المعنى المقصود البحث في العوامل التي تؤدي إلى زيادة الطاقة الاستيعابية في دولة معينة، أو تؤدي إلى ضيق نطاق الطاقة الاستيعابية. ده المعنى المقصود بمحددات الطاقة الاستيعابية. هنا نستطيع أن نفرق أو نميز ما بين مجموعتين أساسيتين لمحددات الطاقة الاستيعابية: مجموعة محددات اقتصادية ومجموعة محددات غير اقتصادية. مجموعة المحددات الاقتصادية للطاقة الاستيعابية بتشمل 7 محددات أساسية، وهي حجم الموارد الاقتصادية المتاحة ونوعيتها، بمعنى أنه حجم الموارد الاقتصادية على اختلاف أنواعها، سواء الموارد المادية، الموارد المالية، الموارد البشرية، هذا الحجم من الموارد الاقتصادية، ليس فقط الحجم وإنما نوعية هذه الموارد أيضا، بتعتبر المحدد الأول من بين المحددات الاقتصادية. المحدد الثاني حجم السوق ومعدل نمو السوق أيضا، والمحدد الثالث هو رأس المال الاجتماعي، وسوف نرى المقصود برأس المال الاجتماعي، وأيضا هيكل الإنتاج، والمحدد الخامس هو السياسات الاستثمارية، والمحدد السادس من بين المحددات الاقتصادية هو معدل النمو الاقتصادي، وأخيرا هو مستوى الاستقرار الاقتصادي الداخلي والخارجي. ثم ننتقل بعد ذلك إلى بيان هذه المحددات الاقتصادية بقدر من التفصيل، لكن سوف يأتي ذلك بعد أن نشير في عجالة سريعة إلى المحددات الأخرى
غير الاقتصادية، والتي تشمل مهددين مهمين جدا، أولهما مدى كفاءة الجهاز الإداري والتنظيمي من ناحية، والظروف السياسية والاجتماعية من ناحية أخرى. بعد هذا العرض الموجز فقط لكل من المحددات الاقتصادية والمحددات غير الاقتصادية، سوف نتناول فيما يلي عرض مركز للمحددات الاقتصادية للطاقة الاستيعابية في الاقتصاد القومي. وسبقت الإشارة إلى أنه أول محدد من هذه المحددات هو حجم الموارد الاقتصادية ونوعياتها. الموارد الاقتصادية بطبيعة الحال بتنقسم إلى موارد غير بشرية وموارد بشرية. الموارد غير البشرية تشمل أيضا على الموارد المادية، ومن أمثلتها طبعا الأرض، المواد الخام الأولية، المياه والطاقة، الظروف المناخية، التطورات التكنولوجية، وأساليب الإنتاج. بطبيعة الحال أن زيادة تلك الموارد المادية على اختلاف أشكالها وصورها بتؤدي بطبيعة الحال إلى تحقيق معدلات أكبر من الأرباح. لماذا؟ لأن توافر مثل هذه الموارد المالية، الموارد المادية أو زيادتها، بيؤدي إلى زيادة القدرة الإنتاجية للمشروعات المختلفة، ومن ثم تحقيق معدلات أكبر من الأرباح تدفع إلى زيادة الاستثمارات، ومن ثم زيادة القدرة الاستيعابية للدولة. الصورة الأخرى من صور الموارد غير البشرية إضافة إلى الموارد المادية هي الموارد المالية، سواء تلك الموارد المالية المحلية أو الأجنبية. توافر هذه الموارد المالية ممثلة في طبعا المدخرات المحلية، وأيضا ممثلة في موارد التمويل الأجنبي. توافر هذين النوعين من الموارد بالإضافة إلى تضافرهم مع الموارد المادية التي سبقت الإشارة إليها، وأيضا مع الموارد البشرية التي ستتم الإشارة إليها لاحقا، يبقى عندنا ثلاث أنواع من الموارد زي ما قلنا: موارد مادية، موارد مالية، موارد بشرية. توافر الثلاث مجموعات من الموارد وتضافرهم مع بعض بيؤدي إلى تنفيذ حجم مستهدف من الاستثمارات، ومن ثم زيادة الطاقة الاستيعابية. الصورة الأخيرة من صور الموارد الاقتصادية وهي الموارد البشرية، وطبيعي أنها تتمثل في قوة العمل المتوفرة، لكن ليس المقصود بهذه الموارد البشرية هو كمية أو حجم قوة العمل، وإنما الأهم ويضاف إلى ذلك نوعية هذه العمالة من حيث المهارات الفنية والقدرات التنظيمية والإدارية المختلفة. لأن توافر مثل هذه الموارد البشرية سواء كميا أو نوعيا يؤدي إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لاعتماد الاستثمارات في تنفيذها على قوة العمل. أخيرا، وبعد عرض الموارد الاقتصادية المادية والمالية والبشرية، نلفت النظر إلى ملاحظة مهمة جدا، وهو من الضروري أو من الهام التناسب ما بين أنواع الموارد الاقتصادية. التناسب معناه أنه لا تكون هناك وفرة تفوق الحد اللازم أو المطلوب من مثلا الموارد المادية دون أن يقابلها وفرة مماثلة أو مناظرة من الموارد المالية أو الموارد البشرية. لأنه التناسب الملائم بين هذه الموارد مجتمعة بيساعد على زيادة كفاءة استخدام هذه الموارد والحصول على أقصى ناتج ممكن منها، ومن ثم تحقيق معدلات عائد مرتفعة على الاستثمارات من خلال وفرة الفرص الاستثمارية التي تحقق هذه المعدلات المرتفعة من العائد، ومن ثم زيادة الطاقة الاستيعابية. المحدد الثاني من بين المحددات الاقتصادية للطاقة الاستيعابية، إضافة إلى الموارد الاقتصادية ونوعيتها،
يتمثل هذا المحدد الثاني في حجم السوق وأيضا معدل نمو حجم السوق. يبقى إذن عندنا فكرة حجم السوق وأيضا معدل نمو السوق. بطبيعي أن حجم السوق واتساعه سواء السوق الداخلي أو السوق الخارجي يؤدي إلى تحفيز إقامة المشروعات الاستثمارية، لأن هذه الاستثمارات سوف تتمكن من تصريف الإنتاج بتاعها، ومن ثم ده يساعدها على التوسع في خطوط الإنتاج أو زيادة الطاقة الإنتاجية المتاحة لدى هذه المشروعات بحيث تصل بها إلى الحدود القصوى. هذه الزيادة في الطاقات الإنتاجية للمشروعات الاستثمارية تمكنها من الاستفادة بوفرات الحجم الكبير. هذه الاستفادة تنعكس في انخفاض التكلفة المتوسطة للسلع المنتجة سواء كانت سلع مادية أو خدمات، ومن ثم زيادة القدرة التنافسية لتلك المشروعات في تصريف منتجاتها في الأسواق الخارجية. كل هذه الأمور بتؤدي إلى اتساع نطاق الطاقة الاستيعابية. هذا فيما يتعلق بحجم السوق، لكن الأمر لا يتوقف على حجم السوق، وإنما يتوقف أيضا وبدرجة لا تقل أهمية على معدل نمو حجم السوق. كيف يتم قياس هذا المعدل لنمو حجم السوق؟ يتم قياسه من خلال متغير وسيط وهو معدل النمو الاقتصادي، سواء معدل النمو الاقتصادي الحالي أو المتوقع. هذا المعدل للنمو الاقتصادي سواء الحالي أو المتوقع إذا كان متزايدا فإن هذا بطبيعة الحال سوف يؤدي إلى زيادة معدل نمو حجم السوق، ومن ثم زيادة القدرة على تصريف المنتجات وزيادة الطاقة الإنتاجية والاستفادة بوفرات الحجم الكبير إلى آخره مما سبق توضيحه في البند السابق، مما ينعكس في النهاية على زيادة حجم الطاقة الاستيعابية. المحدد الثالث رأس المال الاجتماعي اللي هو يطلق عليه بالسوشيال كابيتال. رأس المال الاجتماعي بينقسم إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول هو رأس المال المادي، وهذا يشمل مشروعات البنية الأساسية أو ما يطلق عليه البنية التحتية زي مشروعات النقل والمواصلات والمرافق العامة الأخرى، المواني، المطارات إلى آخره. رأس المال غير المادي ويشمل مؤسسات الإدارة الحكومية وأيضا المؤسسات الخاصة بالتعليم والتدريب والنظام المصرفي والائتمان المصرفي إلى آخره. إذن رأس المال الاجتماعي ينقسم إلى رأس مال مادي ورأس مال غير مادي. توافر رأس المال الاجتماعي والتكامل بين شقيه المادي وغير المادي بيساعد على تهيئة المناخ العام للاستثمار، وهذا ما سبق أن تم تناوله في محاضراتنا السابقة عندما تناولنا مكونات مناخ الاستثمار. هذا المناخ العام للاستثمار الذي يصبح ملائما من خلال توافر مشروعات رأس المال الاجتماعي بشقيه يؤدي إلى رفع الكفاية الحدية لرأس المال، وهذا الرفع في الكفاية الحدية لرأس المال بيعني بطبيعة الحال زيادة العائد الصافي المتوقع من الاستثمارات، وبالتالي زيادة الفرص الاستثمارية المربحة عند مستوى العائد المطلوب، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة وتوسيع الطاقة الاستيعابية. المحدد الرابع أيضا من بين المحددات الاقتصادية للطاقة الاستيعابية هيكل الإنتاج. سبق أن عرفنا هيكل الإنتاج أنه يقصد به مدى مساهمة كل قطاع من قطاعات الاقتصاد القومي في الناتج، يعني المساهمة النسبية لقطاع الصناعة، المساهمة النسبية لقطاع الزراعة، المساهمة النسبية لقطاع الطاقة وهكذا. ده بيطلق عليه هيكل الإنتاج. وهنا نستطيع أن نقرر حقيقة أساسية أن الطاقة الاستيعابية للاقتصاد القومي تتوقف على عاملين. العامل الأول هو مدى قدرة عوامل الإنتاج على الانتقال فيما بين الأنشطة المختلفة
أو فيما بين القطاعات المختلفة، بمعنى كل ما يكون هناك مرونة وقدرة على التحرك والانتقال لعوامل الإنتاج المختلفة اللي هي عوامل الإنتاج سواء الطبيعية أو البشرية أو المادية، وإمكانية تحركها من نشاط إلى نشاط آخر داخل نفس القطاع أو من قطاع إلى قطاع آخر داخل الاقتصاد القومي، فضلا عن كيفية استغلال الموارد الاقتصادية داخل كل قطاع، العاملين دول بيؤثروا على فرص الاستثمار المربحة وعلى الطاقة الاستيعابية. كيف يؤثر هذين العاملين على الطاقة الاستيعابية في الاقتصاد القومي؟ هذا التأثير يأتي من خلال أنه إذا كان هيكل الإنتاج يتصف بأنه يعاني من سيطرة للقطاعات الأولية اللي هي قطاعات المواد الأولية أو قطاعات التعدين أو قطاعات المواد الأولية بصفة عامة، إذا كانت هذه القطاعات بتسيطر على الاقتصاد القومي فهذا الاقتصاد بيعاني من اختلال في الهيكل الإنتاجي، لأنه هذه القطاعات الأولية الخاصة بالموارد التعدينية أو الخاصة بالقطاع الزراعي بتستخدم أساليب إنتاجية ليست متقدمة من الناحية التكنولوجية، ومن ثم بيؤدي هذا إلى ضعف الطاقة الإنتاجية وبالتالي ضيق نطاق الطاقة الاستيعابية، بعكس الهيكل الاقتصادي الذي لا يعاني من الاختلال في الهيكل الإنتاجي ويكون هناك تناسب وتوازن ما بين مساهمة القطاعات المختلفة في هذا الاقتصاد، ده يترتب عليه اتساع في الطاقة الاستيعابية نظرا لاستخدام أساليب إنتاجية تكون متقدمة تكنولوجيا، ومن ثم هذا يؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية ومن ثم اتساع نطاق القاعدة الطاقة الاستيعابية. إذا نستطيع أن نستخلص من هذا العرض أن تطوير الهيكل الإنتاجي واستخدام التكنولوجيا المتطورة فضلا عن توفير المعلومات الكافية عن الفرص الاستثمارية، بل أيضا توفير الخرائط الاستثمارية المناسبة، كل هذا يؤدي إلى توسيع الطاقة الاستيعابية. أيضا المحدد الخاص بالسياسة الاستثمارية، وهذه السياسة تتعلق أيضا بالمناخ العام للاستثمار من حيث الحوافز أو التسهيلات التي تقدم للمشروعات الاستثمارية سواء كانت المشروعات الاستثمارية المحلية أو الأجنبية، هذه الحوافز أو التسهيلات بتؤدي في نهاية الأمر إلى تخفيض تكاليف الإنتاج ومن ثم زيادة عوائد تلك المشروعات وإتاحة قدر أكبر من الفرص الاستثمارية المربحة ومن ثم زيادة الطاقة الاستيعابية. المحدد السادس أيضا من بين محددات الطاقة الاستيعابية من الزاوية الاقتصادية هو معدل النمو الاقتصادي. هناك علاقة طردية أو علاقة ارتباط قوية ما بين معدل النمو الاقتصادي من ناحية والطاقة الاستيعابية من ناحية أخرى، لأن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بيترتب عليه زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي نتيجة زيادة الدخل القومي المترتبة على ارتفاع معدل النمو الاقتصادي. زيادة متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي سوف يدفع إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات وبالتالي اتساع حجم الأسواق الداخلية. هذا الاتساع في حجم الأسواق الداخلية يؤدي إلى زيادة معدلات العائد على الاستثمارات ومن ثم توسيع الطاقة الاستيعابية. المحدد السابع والأخير ضمن مجموعة المحددات الاقتصادية هو مستوى الاستقرار الاقتصادي الداخلي والخارجي. لكن ماذا نقصد بالاستقرار الاقتصادي الداخلي؟ يقصد به استقرار المستوى العام للأسعار والذي يتم تعبير عنه عادة بمعدل التضخم. لماذا يعتبر الاستقرار الاقتصادي الداخلي محدد من بين محددات الطاقة الاستيعابية؟ لأنه في حالة ارتفاع معدل التضخم سوف يؤثر هذا الارتفاع سلبيا على النمو الاقتصادي، وكما سبقت الإشارة في المحدد السابق
إلى وجود علاقة ارتباط قوية ما بين معدل النمو الاقتصادي وما بين الطاقة الاستيعابية. إذن عندما يسود الاقتصاد القومي معدلات مرتفعة من التضخم تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي، من خلال هذا التأثير السلبي للتضخم على النمو الاقتصادي يؤدي ذلك إلى التأثير أيضا السلبي على الطاقة الاستيعابية، بمعنى أن ارتفاع معدلات التضخم تؤدي إلى ضيق نطاق الطاقة الاستيعابية. بينما يقصد بالاستقرار الاقتصادي الخارجي هو استقرار سعر صرف العملة الوطنية مقارنة بأسعار صرف العملات الأجنبية، لأن سعر الصرف يعتبر من بين المحددات الأساسية التي تؤثر على المستثمرين عند اتخاذ قراراتهم بالاستثمار في مشروع معين، سواء كان المستثمرين المحليين أو الأجانب، لأنه كلما زادت درجة الاستقرار في سعر الصرف ولم يتعرض سعر صرف العملة الوطنية للهزات أو التقلبات، كلما أدى ذلك وأثر إيجابيا على زيادة قدرة الدولة على استيعاب حجم أكبر من الاستثمارات التي تحقق عائد مقبول، ومن ثم زيادة الطاقة الاستيعابية. بينما تعرض سعر الصرف إلى الهزات أو إلى التقلبات بتؤثر سلبا على قدرة الدولة على استيعاب حجم معين من الاستثمارات، ومن ثم التأثير على الطاقة الاستيعابية لهذه الدولة. إذا انتقلنا إلى المحددات الأخرى أو إلى المجموعة الأخرى من المحددات للطاقة الاستيعابية وهي المحددات غير الاقتصادية، نجد أنها بتشمل مدى كفاءة الجهاز الإداري والتنظيمي، لأن توافر القدرات الإدارية والتنظيمية القائمة في دولة معينة يساعد على التعرف على مجالات الاستثمار المتاحة وعلى إمكانيات نجاح هذه الاستثمارات، بالإضافة إلى القدرة على تحمل مخاطر الاستثمار لوجود قدر كبير من المهارات التنظيمية التي تستطيع أن تتنبأ بمخاطر الاستثمار وتتعرف على تلك المخاطر، وأيضا تستطيع هذه القدرات الإدارية والتنظيمية أن تقوم بتطوير أساليب الإنتاج المستخدمة وتطبيق التكنولوجيات الحديثة. كل هذه الأمور بتؤدي إلى توفير البيئة الملائمة التي تحفز على إقامة العديد من المشروعات الاستثمارية، ومن ثم توسيع نطاق الطاقة الاستيعابية. المحدد الثاني من بين المحددات غير الاقتصادية هو الظروف السياسية والاجتماعية، لأن توفر الاستقرار السياسي والظروف الاجتماعية والثقافية الملائمة يعملان أيضا على تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار، ومن ثم اتساع نطاق الطاقة الاستيعابية. والعكس صحيح، بمعنى أنه عدم توافر الاستقرار السياسي أو وجود ظروف اجتماعية وثقافية غير ملائمة، هذا يؤدي بطبيعة الحال إلى ضيق نطاق الطاقة الاستيعابية. هذا هو مجمل المحددات سواء الاقتصادية أو غير الاقتصادية للطاقة الاستيعابية. وبهذا المعنى نكون قد انتهينا من عرض موضوع محاضرة اليوم، الذي يتركز أو الذي دار حول الطاقة الاستيعابية من حيث التعريف والمحددات. وبهذا تكون قد انتهت هذه المحاضرة.